بس عايز اسالك سؤال يا نمرود. اتفضل يا حبيبي. ليه يا حبيبي كل الاصوات اللي بتنزل من الجبل عندكم بتبقى حلوه كده؟ الطبيعه، الهواء النظافي النقاوي، ممكن يكونوا بيأثروا يعني. ممكن، اصل احنا عندنا هنا حماده هلال من المقطم، بس حنجرته مش جهوره كده. لا ما شاء الله، حنجرته بتجنن. لا لا، هو حلو بس مختلف. ايوه. والحنجره الجبلي دي وارثها من البابا ولا من الماما؟ والله من يعني الوالده الله يرحمها، صوتها حلو اكتر كان. والله وكانت بتدندن بقى وكده جدا جدا. والله. اكيد. اكتشفتني كان عمري 4 سنين، كانت عم تغني هو صحيح. فانا الظاهر كنت بسمعها كثير منها بالبيت، فكانت المكان اللي ما بتغنيش فيه فانا بكمله، مش فاهم معناه طبعا. فهي اكتشفتني فقامت شلتني هيك وحطتني على محل ما بتغسل الاطباق، وصارت تقول لي قول من ورايا، وهي اكتشفت انه انا هو صحيح. لا وغلب. اه عندك 4 سنين. اه والله يا حبيبي، ده احنا عندنا بيغنوا بابا قبح. بس انا اسمع ان بابا كان شغال في المتاجر. كان بالجمارك. ايه اكتر حاجه بقى كان بيجيبها لكم من الديوتي فري؟ يعني شوكولاتات، بارفانات، كل حاجه. جولواز. كل حاجه فعلا. بي كان كتير يجيب اشياء معه. والله. لا بس انت كمان كنت كيوت قوي وانت صغير يا رملومي. اللي يشوف البراءه دي يقول هتطلع ايوان، سامو زين، شات شويري، مش القبضاي اللي قاعد قدامي ده خالص. فيهم الخير، فيهم الخير والبركة. يا حبيبي كوكو، بس شكلك كنت بتدلع وانت صغير. لا ابدا. ما فيش سبويلد ايام الحرب. بس لا الحمد لله كانت التربية كويسة وكل شيء تمام، وفي جمعة بالعيلة، في دفع يعني الحمد لله. لا بس انت جيت بقى في الادوليسانس وقلبت على ريتشارد جير خالص. ايه هون بلشنا نقلب على او ديمي مور. على ديمي مور. ديمي مور اقرب. ده الوقت اللي دخلت فيه استوديو الفني ده. ده كان عمري 16 سنة. يا حبيبي مش معقولة صغنطوط خالص. انا فاكرة انت غنيت هناك اغنية بنغنيلة وبدقلة. بس يعني ايه بقى بدقلة دي؟ طبلة يعني. بدقلة يعني بتصبلة؟ بطبلة مش بسبلة، بطبلة. طبلة. والله. بعزف لها يعني. وانا مخي راح لي بعيد. ما انت هيك دايما على طول. قلت بدق لها على التليفون. ده بس هي فعلا الست عايزة اللي يطبل لها. نحن موجودين حضرتك. طبعا. برني جمالك. يا قيدي. وجيت مصر بقى كان عندك كم سنة يا رملومي؟ 19. ده من ايام نادية مصطفى واركان فؤاد. بس انت عملت حفلات كتير في مصر اياميها. الحمد لله لليوم يعني نحن تقريبا كل شهر عنا ما يقارب 3 حفلات الحمد لله بمصر. متهيألي انت اكتر واحد عملت حفلات في مصر، انت والصبوحة. بتشرف بتشرف الحمد لله. لا بس انا فاكرة لما عملت يا حبيبي قلبي مال. قلبت الدنيا انت. والله كان حلو كتير. سنة 2002 متهيألي. عمرك طويل. صح. صح. كنت انا والمرحوم لسه مخطوبين. كان يقول لي يا حبيبتي قلبي مال. ويميل كده. الله اكبر الله اكبر. ما تعدلش من ساعتها. لا بس انت كمان عملت دويتوهات كتير قوي في مشوارك. فعلا فعلا. هيفا ومايا وفيفي وعدوية طبعا. لا عدوية ده على جنب، بس خلينا في الثلاثة دول. ايه المؤهلات اللي انت بتبص عليهم لشريكة اغنيتك؟ عجبتك انت؟ لا لازم يكون في لازم يكون في مؤهلات طبعا. جمال الصوت طبعا اهم حاجه. طب ومين العبقري صاحب الاختيار العجيب انك تطلع فيه في عبده موديل معاك في كليب؟ فكرتي والله. والله. كنا قاعدين انا وشركه مزيكا، استاذ محسن جابر ومحمد جابر، بجهز لهم تحيه كبيره لهم دايما. حبيبي محسن. ولما اسمع سكاكر السكر قلت لهم لازم فيفي عبده تكون بهالكليب بيلبق لها كثير، وهيك صار. يا خيتي فوفه فظيعه فظيعه، نجمه كبيره. يا حبيبتي سكاكر السكر. مش معقوله المعاني العظيمه دي. تسلمي حبيبه قلبي. لما تيجي نسكر شويه ونسمع اغنيها لك لعيونك. دخل عيونك الحلوين. انا الله اكبر. طب النني جميل، بس انه يمكن عيونك تعبانه شوي. لا ده اختلاف.
ده ايه؟ اختلاف. برني جمالك، برني جمالك. اي لاف يو يا حقيقي. عيني بندقي دخل بندقة عينك. انا ده لابس ايه تحت الجاكيت ده؟ لابس تي شيرت. اشوف كده يعني قلت ما اقولكش اي شيرت تي شيرت. لابس تانك توب. تانك توب يا رامي عياش يقتحم الدوبلكس قبل فهيتا بتانك توب. ما احنا متسطرين حضرتك يا اخويا، يسطرنا دنيا واخره. Watch it.